الاداره خدت الارض منهم على طول. يعني الرفاعيه دي اصلا كانت بتاعت امين وائل؟ كانت بتاعتنا قديم. اه. قعدت معانا 30 سنه لحد 97. كان هو وزير الزراعه استناد الفوز وراح. هذا اللي هو في القانون بتاع الرقم الملك والمستثمر، هو مش مالك، هو مالك قانون. انا بقول ان هو ده اصلاح زراعي، الاصلاح الزراعي هو نصب نفسه ملك ليه؟ هنشوف ان العقد ده بيورث الورثه. لا مش ورثه القوانين، احنا بس هنعمل الموضوع ده تسلسل، يعني هنعمل الموضوع ده تسلسل. يعني نقول مثلا ان الازمه بدات في 97 97 97 هي مساحه الارض كلها قد ايه؟ كتير، يعني كل كره مركز يوسف الصديق خلي بالك معايا كلها متلامسه مع اسره الوالد. يعني كل كره مركز يوسف الصديق الا قليلا يعني مش معظمها متلامسه مع السؤال. ما تلمش بعد والي ارض معاد ارض معاد النهارده ده الاصلاح ده الاصلاح بتاع وائل وبتاع بريش وبتاع الخرابه ده ما تلمش بعد والي. الواقع الواقع في تسلسل القضيه ان الاصلاح الزراعي لما خد الارض من اسره وائل وسحل الفلاحين اعطاهم عقود ايجار مدى الحياه وتورث من بعدين وتجدد دوريا، طالما انت تدفع الاقساط والايجارات فما حدش يفسق العقد الى الان ما اتفسخش العقد معاه. الايجارات اللي هي كانوا بيسموها زمان ارسال الضريبه. صح؟ ايوه الايجارات هي دي. دي مده التعاهد مين بقى؟ انا بس عايز افهم حاجه. اتفضل. بس انا اللي اعرفه ان موضوع العلاقه بين الملك والمستاجر دي اللي هي كانت الملاك موجودين والفلاحين بيزرعوا الارض دي لصالح الولدات بالنص او بالنص. انا عايز اوصل لك معلومه مهمه جدا. الارض اتاخدت منهم سنه 68 واتعطت لنا. اه. فضلت معانا لحد ما يوسف والي مسك وزاره الزراعه. حب يرجع الارض ما عرفش. رفع قضيه على الاصلاح الزراعي خالد رفض. فلما خالد رفض يعني بقى حكم بان الاستيلاء اصبح استيلاء نهائي للدوله والاحق بشراء الارض وضع اليد عليها، وضع اليد عليها من الدرجه المزارعين. راح عامل معارضه ثانيه خد رفض ثاني، ايدت الحكم من الدرجه الاولى ان الارض للمزارع، خلي بالك معايا، يبقى راح حابب علي حسن مبارك عشان يضيف له الاصلاح الزراعي مع وزاره الزراعه. وصلك المعلومه دي؟ ايوه. فلما ضاف له الاصلاح الزراعي مع وزاره الزراعه راح عامل رفع قضيه على الاصلاح الزراعي. كان هو مين بقى الاصلاح الزراعي؟ كان هو. اه طبعا. رفع قضيه على نفسه. طبعا القانون المصري يقول لك لا يحق لصاحب مصلحه مقاضاه نفسه طبعا. ولا يبيع ويشتري لنفسه طبعا. فهو رفع قضيه على نفسه وعمل وكسب القضيه. طبعا عطل لما مثل القضيه ما خلاش محامين حضورها كسبها. فراح عمل ايه بقى؟ عمل مزاد علني وهمي، مزاد اسمه مزاد علني بس عمله وهمي. بقى هو اللي هيشتري فيه. هو ما يبص له انه يشتري لامرين. الامر الاول انه صاحب مصلحه وموظف حكومي وموظف حكومي، ده تالت امر. الامر الثالث انه مالك النصاب من الارض. ما هو مالك النصاب من الارض عنده اكثر من 200 فدان وعنده 11000 فدان. انت واخد بالك معايا؟ فما ينفعش يشتري. لا هو الاسره. يبقى عمل الملك المستاجر ده هو لعب فيه وحفف براحته. وجاء سنه 97 جاء طرد الناس من الايه؟ من الارض. المزاد الوهمي اللي عمله في ناس خدت خبر بيه. معاك كده؟ سنة 96 هو دخل المزاد ده. في ناس خدت خبر بيه. من الناس اللي خدت خبر بيه أهلي. معايا حضرتك؟ فهو اللي راح المزاد سجن. وأنا من ضمن رحت المزاد والسجن. بس أنا شريت، رحت المزاد شريت فعلا، وقفت وشريت. وصلت دي مش وصلت؟ لما شريت سجنني، قال لي سيب الحتة دي، قلت مش هسيبها. اشتريها زي ما قال لي لا سيبها وانا اخلي الدوله تديك في الجبهه، قلت الدوله بتدي تعويض لان كان واخد مني فدانين غيرها. لكن الحته دي كنت انا شاريها، ما انت لاحظت هنا ده الفدانين، انا شاري 16 من الفدانين من الايجاره نفسها، من الايجاره القديمه طلعت منها 16 شاريهم. طب الباقي؟ ما هو الايجاره من ضمن عقد الاصلاح برضه اللي عاطيهم. واخد بالك معايا؟ يعني حتى ليه اني اشتري الباقي؟ كل ما الاصلاح يعرض اشتري. هو نصب نفسه مكاني ونصب نفسه مكان اصلاح الزراعه، فخد مني ومن الفلاحين غصبا عن عيني. وصلت ولا مش وصلت؟ الحته اللي الحته اللي سجنني الدلة وسجن الناس سحب كلها ممكن نقول 1000 فدان؟ لا 400 فدان.
موجودين في الدقيق. ايوه في بالنسبه في الزمام كله. في الزمام كله موجودين في الدقيق. طب هو الارض اللي عنده هناك يعني المساحه اللي هو وضع يده عليها هو وعنده. عنده مساحات لا حصر لها ولا عدد. بحر البركة او قبل البركة او يعني ما مش عارف 19000 فدان 15000 فدان وعنده 3000 فدان هنا لا في يوسف السودان يوسف الصديق عنده 11000 فدان 11000 ايوه ابن البحر كل مكان هم المحامين ساعات بيقدموا بيقول له ضمن زمام 11000 فدان من مملوك الاسره طبعا الكلام ده يدينهم اصلا ايوه يدينهم لان فمن 11000 فدان اديك 200 فدان بقانون الدولة والباقي من عرق الناس المكدة وتعبها. طب نكمل بس نتكلم في الجزء بتاعنا. ايوه اتفضل. طب بعد المزاد وانت جيت اشتريت. بعد المزاد طرد الفلاحين شهر طرد حرق الارض اللي كانوا حاطه في السجن وناس ماتت جوه السجن. وناس ضرب وتعبت في ناس ماتت في السجن ايوه. تعب راجل علمي عدو. وناس راجل ضرب على امين اعمال. عزيز والله. محمد عبد العزيز ابو صقر. وربيع السيد عبد الكريم من اللي بعدين ايوه ايه محمد عبد العزيز ابو صقر ده اعمى لحد الان ضرب على عينه وعينه اترمى في المصنع ربيع السيد عبد الكريم ربيع السيد عبد ضرب محمود وادي اخو يوسف وادي اللي تحت دوت بعدين وادي ده معايا حضرتك كده بعد كده في سنه 97 طرد الفلاحين طبعا ما كانش لهم ملاذ الا كان عدد الفلاحين قد ايه؟ كان عدد الفلاحين 115 فلاح في 97 احنا ناس طلعونا من الارض وحرقوا الارض باستخدام اجهزه الشرطه من الدوله من يسوف والجيزه والفيوم. ولما طلعش قالوا له اضربك بالنار. يعني هو استعان بقوات ايوه كان الشرطه كان زي الخاتم فيه 75 عربيه امن مركزي معايا حضرتك كده اللي كانت واقفه مع الطريق. فلما طلعنا الناس طلعت يعني وكده راح حارت الارض بزرعه ووزعها على اولاد اخواته واخواته صوروها ومسحوا حاجه اسمها المحاصيل الزراعيه غيروا معالمها وراحوا زرعينها عنب وخمور. معايا حضرتك كده؟ ايوه كام سنه؟ 13 سنه. الناس بقى اشترطت اللي مشي ليبيا واللي مشي مصر واللي يعني كان معاه 10 اولاد ما فيش ملاذ الا يحيى الارض دي. اشترط الناس يعني وبدا الناس تشتغل بالاجر عند الناس وتشتغل عنده هو بالاجر. واخد بالك معايا؟ يبقى الكلام ده من 13 سنه. من 97 ايوه ما كانش حد يقدر يفتح بقه ولا يشكي اللي يشكي كان بيتضرب ويتحبس في المركز مثلا من الشهر طلبوا من الوزاره. ايوه ومن ضمن الناس الراجل اللي معاك اللي اسمه عم راضي ده خدوه وجابوا له قرار اعتقال زي ما عملوا معايا وقرار تنازل عن الارض تنازل ولا تعتقل؟ 18 يوم في سجن الفيوم معايا كده؟ ما قلناش بشوارع. انا قلت لا مش هتنزل. وما تأيدناش ولا يوم في المركز. انا قلت مش هتنزل راحوا معتقلين لي 7 سنوات سياسه. وحطوني في سجن مقفول ال7 سنوات. لا زيارات ولا زفاف. المهم والتهمه السياسيه اوامر من جهات عليا وبس. فاوامر من جهات عليا امن الدوله قال لي الجهات العليا يوسف وائل. حل مشكله مع يوسف وائل وتطرقوا. المهم في سنه 2011 في 25 يناير طبعا كل فلاح محافظ على الورق بتاعه وعلى الاعداد بتاعته وعلى الوصولات بتاعته وعلى بطاقه التعامل مع الجامعات الزراعيه. وفضل الناس تدفع لحد سنه 2007. طب ازاي مستعد الزراعه كان بيستلم كان بيحجر على الناس بيحجز على الناس وهي يعني مثلا ده وصل لحضرتك لحد 2007. ايوه يعني يوسف وائل استولى على الارض والاصلاح الزراعي يبعت للناس ترديد حاجه اسمها قضايا ترديد يروحوا يدفعوا في نقطه. لو ما دفعوش يحجزوا على السجاده مش معاه كل الحاجه بتاع يوسف وائل كل شغله كان تصوير بتاع الزراعي يوسف وائل الشرطه يوسف وائل اللي هي يوسف وائل يحجزوا معاه ولغايه النهارده في المركز لغايه النهارده وفي النهايه سنه 2013 25 يناير الناس راحت راجعه كل واحد عارف بيته وعارف معالمه فراحوا راجعين قاعدين في ارضهم وراحوا طالعين على النيابه عملوا محضر اثبات حاله مدنيه ان احنا رجعنا الارض ومعانا مستنداتنا اهو ولو كان حد معاه مستندات يجيبها على اصلا فهم ما معهمش مستندات النيابه معاهم فين المستندات بتاعتهم ما فيش مستندات يعني كويس عادي القضيه واقفه محل كثير عشان طبعا في الضلوع سمينه فين؟ في النيابات والضلوع سمينه في القضاء والضلوع سمينه في الشرطه هو كان معينها قبليه كان عامل الشغل ده كله اللي هو معينه الناس اللي هو كان بيعانوا كان معينه معانا من هو بتاع الاصلاح الزراعي يحل ما هو بتاع الاصلاح الزراعي هو اللي اعطاها في الاول قبل كده ما هو اللي سهلها
ما هو اللي موجود الى الان هو اللي بتاع 100 سنه فاتت. تخبرك معايا مش هيجي دلوقتي يقول انا كذاب وانا كنت غلطان والارض بتاع الفلاحين. لا هيقول ده بتاع يوسف وائل عشان هو عطاه يوسف وائل. هذا هان. فبالتالي لما الناس يعني هم حسوا ان ممكن يتضروا من ناحيه التكسر والترابح غير مشروع عملوا بقى عملوا سلما للقضايا الجنائيه. باع ببلطجه جاب بلطجيه وباع مساومات بالفلوس على الناس اللي ماسكه الموضوع زي انا مثلا. يعني انا اقدر اسمعك تسجيل دلوقتي لواحد بيساومني اخد 2 مليون جنيه واخد ارضي واترك الفلاحين. يعني بقول خد 2 مليون وخد ارضك وسيب الفلاحين. انت واقف في السكه ليه؟ هسمعك التسجيل ان شاء الله. احد الوسطاء يوسف وائل ده ابنه ابن اخته بقول له سيب الفلاحين وخد 2 مليون جنيه. قلت له طبعا انا ما بعش مبدئي بمال الارض كلها. انا بالنسبه لي ارض معايا خلي بالك معايا ومش هسيب الفلاحين. امال انا يعني ابقى انا كنت فلاحين ليه ولا مش عارف ولا هم واثقين فيا ليه ولا عشان ايه يعني. فالمهم اللي حصل ان هو بعد المساومات وبعد ده كله راحوا عاملين سيل من القضايا الجنائيه سرقات واتلافات وهميه. يعملوا بقى قص ولزق داخل ركب الشرطه يدخل النيابه ياخد رقم يخش القضاء ياخد حكم. وانا ما اعرفش لما ياخد ايه حكم غيابي. كيف ما اعرفش؟ المفروض النيابه تبعت لي تسالني. المفروض النيابه تبعت لشهود العيال تسالهم. فما فيش شهود عيال. انا عليا 8.5 قضية. واخد براءة في 8 و25 في التداول و32 لسه ما حضر داخل الان. 8.5 ضد يابا ولسه في قضية جديدة تانية تابع قضية جديدة. طب في ناس برضه عندهم ايوه معايا ارقام قضية كاملة. ما هو انا مثلا حافظ انا 8.5 قضية حافظ واخرين. الاخرين دول 72 65 54 فاحنا بالنسبة لنا مش متضررين من القضيه المدنيه، القضيه المدنيه تاخد مجراها ويوم ما الدوله تقول لنا انتوا مالكمش حق احنا مش هنقول للدوله حاجه. تفضلك معايا؟ يوم ما الدوله تقول لكم يا سيدي كنتوا شاريين عتوالي الدول عوضونا. كنت عايزين الارض بتاع الدوله تديها لهم تاخدوها مني وتديها لهم وتتواطوا معاهم عوضونا عنها. عايزين احنا دخلة في الارض. مش هسيب الارض يعني حتى اللي هيموت مني هنعمل له قبر دوله. المطالب بتاعكم دلوقتي لما انتوا جيت يعني دي كانت أول مرة تنظموا الوقفة التحقيقية. لا احنا نظمنا مليون وقفة في كل مكان. ما حدش بيسمع لنا. عند محمد مرسي من 5 6 وقفات وهنا عند وزارة العدل ثلاث مرات. نعم ووقفة مرة ظلم قدمت شكوتين بالمسلمين. كان كل شكوى قد كده. لا الشباب ما خلاش حتى ما نظمتش. ما حدش سأل. نظمة العدل وزارة العدل ورئيس وزراء. كل وزارة في مصر وطلعت من جامعة الله. كل وزراء مصر يعرفون. أنا يعني مثلا أنت بتقول ممكن يضرب حاجة ممكن يبعت بطارية حاجات حصلت. ايوه بعت البلطجيه فين؟ في العماره بتاعته. في بلطجيه في العماره جايين يضروا يطلعوا الفلاحين بالقوم. لما الفلاحين كانوا في القطار اتلموا عليهم حولقوهم فين؟ في العماره. اتضرب علينا 3000 طلقه. وبعد ما نفذت الذخيره بتاعتهم مسكناهم كتفناهم 11 واحد معاهم 5 اسلحه اليه معاهم 7 اسلحه اليه و5 طبنجات ومعهم 6 كلاب روسية و3 عربيات. كتفناهم وبعتنا للجيش دخلهم. معايا حضرتك؟ وطلعوا من بيت عمر ابو جابر عمر اسمه ابو جابر. والجيش معاهم والشرطة معاهم وكله معاهم. ما اتعملش الواقع بتاعنا. فقالوا كل اللي طالبينه ان يطلب صوتنا للمسؤولين ان كان محمد مرسي ولا لوزير العدل ولا للنائب العام ولا للتفتيش القضائي ان يوقف القضية الجنائية لحد ما القضية الأساسية تاخد مجراها اللي هي القضية المدنية.